قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن غزة أضحت كابوسا مستمرا بسبب القصف المتواصل. تورك وفي مؤتمر صحفي شدد على أن العقاب الجماعي الذي يفرضه الاحتلال الصهيوني على المدنيين الفلسطينيين يرقى إلى جريمة حرب مثله مثل الإخلاء القسري غير القانوني للمدنيين. تورك أضاف أن الدعوات إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 56 عاما ليست كافية، مؤكدا أن المجتمع الدولي يجب أن يكون جزءا من إيجاد مستقبل عادل ومنصف للفلسطينيين والإسرائيليين وفق قوله.